هنئ السابح ضياء الفيلم المغربي باهتمام خاص في فعالية مهرجان كان السينمائي، تقول مفادة نفاذي لمختار يوسفي. مهرجان كان فضاء للتجديد ومواكبة الموجات الفنية المتنوعة والاحتكاك مع السينمائيين من مختلف أنحاء العالم والعالم بعيدا عن الأضواء. المشاركة في مهرجان كان شرف كبير لأي مخرج عبر العالم. هناك منتجون ومخرجون جزائريون حقيقيون يتمتعون بمستوى عالمي، ومنهم حتى من ترشح لنيل جائزة أوسكار. فالسينما الجزائرية صنعت لنفسها مكانة في هذا المهرجان.